بالرغم من ارتدائهم الزي الرسمي وبالرغم من أنهم رجال الشرطة مكلفون بمهمة رسمية، أقدم عناصر من حزب الله في منطقة الرويسيت بالاعتداء عليهم بالضرب، وقد أصيب 5 منهم بجروح استدعت دخولهم إلى مستشفى مار يوسف للمعالجة. وفي التفاصيل أنه أثناء توجه دورية من الشرطة إلى محيط الرويسيت لإيقاف مخالفة بناء، تعرضت لتطويق واعتداء من قبل عناصر حزب الله الذين انهالوا عليهم بالضرب. النائب سامي جميل الذي زار بلدية جديد البوشي السد والتقى رئيسها أنطوان جبارة سأل: في ظل مقولة قيام الدولة القوية، كيف سيوقف هؤلاء الزعران الذين يعتدون على الناس في كل مناسبة؟ كانوا يقولوا أنه قبل ما في دولة، وهلأ صار في دولة، وهلأ صار في سلطة، وصار في قوة بالدولة. خلينا نشوف قديش في قوة، إذا حقيقة في قوة أو لا. إذا حقيقة نحن اليوم صرنا بدولة قوية، خلينا يبرهنولنا هيدا الشيء ويفرجونا كيف راح يروحوا يوقفوا هالزعران يلي بكل مناسبة بيتعدوا على الناس، وهالمرة ما تعدوا على أفراد، تعدوا على شرطة البلدية اللي كانت عم تعمل شغلها. لجميل قال: ليس المطلوب تسييس الحادثة، بل إثبات قدرة الدولة على حماية عناصرها المولجة بحفظ النظام.